عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير وصباح الخير، كل حسب توقيته. كلا إن معي ربي سيهدين. من قال هذه الكلمة أو هذه الجملة؟ هذا الشخص المليء بالثقة التي لا حدود لها بالله عز وجل. حابين تعرف من قالها وما أسبابها؟ تابعونا. هذه القصة في نهايتها فيها عبرة وعظة وحكمة سأذكرها لكم في نهاية الحلقة. حينما هرب موسى عليه السلام من فرعون وأعوانه هو وقومه، وصلوا البحر فأمره ربه أن يضرب بعصاه البحر فانطلق، فأصبح البحر عن اليمين وعن الشمال كالجبال، كالطود العظيم، جبل يمين وجبل يسار. فحينما التفت أصحاب موسى للوراء وجدوا أن فرعون وأعوانهم يرونهم، يعني قريبين، فقالوا في القرآن: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص فرعون جابنا. فكان رد موسى كالصاعقة لقومه: كلا إن معي ربي سيهدين. فأنجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وقومه. وقال الله سبحانه في القرآن الكريم بعد أن وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا، اللي هم قوم موسى، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. الآن الله أعطانا معجزة، ربي وربكم، وفلق البحر لنا وأنجانا من فرعون وعمله وقومه، والآن تقولون اجعل لنا إله؟ أين عقولكم؟ إنكم قوم تجهلون. مع أن بني إسرائيل في هذاك الزمان الله فضلهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كانوا مفضلين بني إسرائيل. بعد أن أنجى الله موسى عليه السلام وقومه، قبل ما يغادروا من مصر، في نساء من بني إسرائيل، هناك من استعار الذهب وهناك من سرق الذهب، وبعد أن أنجاهم الله ذهبوا إلى موسى عليه السلام هؤلاء النسوة وقالوا له ما حصل، هناك من استعارت وهناك من سرقت، ونبغى نطهر أنفسنا ونريد أن نطهر أنفسنا من هذا الذهب وهذا الإثم وهذا الوزر. فأخذ موسى الذهب كله ورماه في اليوم. مين شاف هذا الأمر؟ السامري. تعيش اللي حصل بعد كده؟ أنا أقول لكم. طبعا جبريل عليه السلام كان مع موسى، ولكن كان معه ومع قومي على هيئة فارس، على هيئة بشر، وليس على هيئته عليه السلام. فموسى كان أكبر قومه، نبي الله، فالسامري كان موجود ويتابع. بعد ما جاوز موسى عليه السلام البحر وأراد أن يضرب بعصاه عشان البحر يعود كما كان، قال له جبريل عليه السلام: انتظر حتى يدخلوا جميعا في وسط البحر ويغرقوا جميعا. السامري يشوف هذا الموضوع. طب موسى أكبر قومنا، نبي الله، ويسمع الأوامر من هذا، إذن هذا رسول عظيم، مو بشر عادي. فتابع الموضوع، وكان يركب جبريل عليه السلام على الفرس. فأخذ السامري قبضة من أثر فرس جبريل عليه السلام، وبعد أن صنع العجل رش هذا الأثر على العجل فأصبح له خوار. فعندما عاد موسى عاتب أخوه كثير العتب، رغم أنه هارون عليه السلام أيضا نبي، ولكنه أكبر من موسى، ومع ذلك كان موسى له هيبة، كان موسى يغضب لغضب الله، كان منفعل فيما يغضب الله. فعاتب أخوه فقال ابنهم: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني جاب بالأم على أساس أنه فيها رقة وفيها حنان، حنن قلبه عليه، لأن الموضوع مو بيدي، أنا كلمتهم ونصحتهم ما استجابوا لي. موسى عليه السلام كيف عرف؟
أن قومه قد عبدوا العجل. الله سبحانه وتعالى حينما كان موسى على موعد مع الله سبحانه وتعالى قال له المولى سبحانه وتعالى، قال قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. عندما عاد موسى عاد غضبا أسفا، عاتب قومه، عاتب أخوه، فكلهم أجمعوا أنه السامري. ذهب للسامري ما عاتب، قال ما خطبك يا سامري؟ إيش قصتك يا سامري؟ ما حملك على أن تصنع ما صنعت؟ أتذكر عليه السلام يوم أرسل الله هو وهارون عليهم السلام جميعا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما خطبك يا سامري؟ فحينما قال موسى عليه السلام للسامري ما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به، شفت أشياء ما شافوها القوم اللي هو جبريل عليه السلام وهو يعطيك الأوامر، وعرفت أن هذا رسول، فقبضت قبضة من أثر الرسول اللي هو جبريل عليه السلام فنبذتها رشيتها على العجل، وكذلك سولت لي نفسي. ما تعرف خلاص ما في مطر، تعرف أن موسى يعني ناوي. فإيش كان رد موسى عليه السلام؟ قال فاذهب، يعني يذهب من بيننا، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا أحد يمسك ولا تمس أحد، لا تكلم أحد ولا أحد يكلمك، وأعطى قومه الأمر لا يكلموه ولا يمسوه. غادر السامري وهام بين الأودية والشعاب بين الوحوش، لا يكلم أحدا ولا أحدا يكلم، إلى أن أصيب بالوسواس، إلى أن توفاه. ثم عاد موسى إلى قومه قال، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. طيب ممكن يجي واحد يفكر أنه القتل أقتل أنفسكم، أني أنتحر أقتل نفسي بسكينة أو بسم أو بغير. لا، نخرج من هذه القصة بأمور جميلة، أنه لا بد أن تعطي المتهم حق الرد، هذه قاعدة مهمة، لا تظلم الناس، اسمع منه ولا تسمع عنه. سمعت من الناس تأكد منه. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مو بني إسرائيل الآية هذه فيهم، لا لا، بشكل عام أنا ما أتكلم الآن، أخرج من القصة تماما. إذا سمعت عن أحد أخطأ أسمع منه ولا تسمع عنه. الأمر الآخر أحبتي الكرام، أنه كل إنسان فينا بيخطئ، هذا أمر وارد، الخطأ وارد من كل شخص، ولكن في حاجة مهمة راح أذكر لكم هي الآن، وجعلوها قاعدة. القاعدة اللي بوصل لكم هي إذا أردت أن تخطئ، الخطأ وارد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وقال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ، خير الخطائين التواب. خطأ وارد، ولكن خطأ عن خطأ يفرق. لما أخطي خطأ خاص في أنا، الله سبحانه وتعالى تولاني إما برحمته أو بعذابه، وإنه غفور رحيم لعله يغفر لي ذلك. لكن لما أخطي وأضلل الناس أو أضل الناس، لا، وزرهم كلهم علي أنا، هذا مصيب. لا، أخطي بينك وبين نفسك لعل الله يغفر لك، لكن إضلال الناس لا. بمعنى يا أحبتي الكرام، أردت أن تذنب، أذنب في أمر يخصك أنت. الذنب وارد، الخطأ وارد، ولكن أن أضل الآخرين إما بغيبة وإما بنميمة أو بمقطع إباحي أنشره عشان مشاهدات أو برقص أو بأي شيء عشان بس ينتشر المقطع ويصبح مشهور ويعود إلي بالفائدة وبالمادة، هذه مصيبة. الله سبحانه وتعالى ممكن يغفر ذنبك
لكن في ظلم الآخرين أو سنيت سنة غير حسنة لك وزرها، عليك وزرها ووزر من يعمل بها أو يشاهدها إلى قيام الساعة. شوف كم واحد عاد. هذا اللي حبيت أوصله لكم أحبتي الكرام، الله يعطيكم العافية، أخوكم هاني الحمدان.